مساء الخير على كل السادة المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج خلاصة الكلام. زي ما وعدتكم ان خلاصة الكلام هتكون في كل حلقة ضيف مختلف. خلاصة الكلام احنا اتكلمنا في الفن الراقي، واتكلمنا في الفن الشعبي، واتكلمنا في فن المهرجانات. النهاردة اول حلقة لفن المهرجانات معانا. النهاردة معانا نجوم محدش يقدر يختلف عليهم لسبب واحد. في ناس تيجي تقولك المهرجانات ده مش فن، لا هو دلوقتي اكتر من نص الشعب المصري بيشغل مهرجانات. في اللي بينتقدهم بيجيبهم في افراحهم وبيشتغل وبيشغل مهرجانات وموجودين، وبقى فن متواجد يعني عامه في كل بيت. مش عايز اقول ان هو مش موجود على الشعب المصري بس، لا ده لكل دول الشرق الاوسط عامه. في الامارات بيسافروا بيعملوا حفلات، في اوروبا بيسافروا بيعملوا حفلات. فاصبح فن المهرجانات هو فن واقعي يعني لازم نتعايشه. محدش يقول لا احنا بننتقد الكلام اللي بيقولوه، لا في منهم اللي بيقدم حاجه هادفه ومحترمه ومشهورين ومعروفين زي نجومنا النهارده ان شاء الله اللي هيكونوا مولعين الحلقه معانا. معانا النجم سمارة. ازيك يا سمارة؟ حبيبي حبيبي استاذ مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك عامل ايه حبيبي؟ ومعانا النجم ريشه كوستا زكريا. اسمك العادي ايه؟ محمد. محمد وسمارة. محمد برضو. انتوا اصحاب اصلا يا سمارة؟ احنا اصحاب بعيدا من قبل ما نغني، قبل الغنى وقبل الشهره وقبل المهرجانات احنا اصحاب. وفي بينا نسب يعني، اخو ريشه متجوز اختي واحنا اصحاب. مش لازم الكلام ده. ليه الراجل بيتكلم في احنا مصورينها مع بعض يعني، احنا طالعين مع بعض. تمام. فجت فكره ان احنا نغني مع بعض. كنت بغني في الاوبرا وريشه كان بيروح مهرجانات وكان بيمسك مايكات وكده. فجت فكره ان احنا نعمل حاجه بين الغنى الطرب وغنى المهرجان، يعني غنى الشارع اللي هو ريشه مع غنى الطرب. تمام. فجت فكره ان احنا الغنى مع المهرجان وعملنا حاجه زي اللي انتوا سمعتوها كده. يعني انت ابتديت المهرجان عن طريق كده. انت فكرت مين اللي صاحب الفكره الاساسي، انت ولا هو؟ صاحب الفكره ان انا كنت بغني في الاوبرا اصلا، وريشه هو ريشه اللي واخدني، فهو صاحب الفكره يعتبر ريشه. عشان ريشه في الشارع وفي المهرجان من بدري دايس، فهو قال لي يعني لا انت خليك معايا في المهرجانات. انا بغني مثلا من 2013 او قبل كده كمان. تمام. بس الموضوع بدا معايا كنت بقف في الافراح وبتاع، وبقابل بشوف الناس اللي جايه يعني. زي يعني زي شغلانه النبطشي يعني، زي نبطشي بس مهرجانات. ما بتغلش يعني منها يعني. لا انت بتقولها عادي. لا هرجل ليه حقيقتي؟ ما هو مفيش حد بيطلع السلم كله صح مره صح. واحده يعني. انا طلعت حاجه يعني. انا كنت بقف في الافراح الاول زمان، كنت بقابل وبتاع والناس اللي جايه زي نبطشي بس مهرجانات. تمام. بس فموضوع التسجيل جه معايا واحده واحده، وسجلت، وكان المجال كله كان صحابي، وكنت كان كذا حد انا كنت بروح اسجل معاه. اول اغنيه سجلتها انت وسماره ولا لوحدك؟ لا اول اغنيه سجلتها انا لوحدي، وبعد كده سماره كان بيغني في الاوبرا وبتاع. كنت انا بعمل اغاني لون تاني. طول الاوبرا مش هتاكل معاك عيش، بتعمل لون تاني. بس انت اشتهرت باللون دوت خلاص. مش هتعرف تغيره ولا هتقدر تخرج منه؟ انا حبيته. حبيته. هتقدر تخرج منه ولا خلاص انت؟ لا انا حبيته، انا خلاص الموضوع انا حبيته. بس عايز اقول لك حاجه، في ناس بتقول ان المهرجان ده حاله. يعني ايه حاله؟ حاله وينتهي؟ وقته هينتهي. استحاله. مش زي الفن الشعبي. استحاله، المهرجان من زمان. اقول لك حاجه، يعني لو هنتكلم على الواقع، خلينا نتكلم في الواقع. خلينا نتكلم. يعني عندك مثلا مين من وجهه نظركم مخترع فن المهرجانات؟ يعني من وجهه نظركم انتوا، بما ان انتوا متابعين. انا ما اعرفش. فيجو. فيجو هو اللي مخترع فن المهرجانات. فيجو يعتبر هو من الناس المؤسسين في المهرجانات من زمان. هو ناس برضو من عندنا، من عين شمس والمطريه. اللي هم يعني اساس المهرجانات اصلا. يعني ناس. طب اوكا اورتيجا دول يعتبروا ايه؟ بص، اقدم ناس في المهرجان. 50 فيجو. شحته كاريكا. الناس دي خطنا الكبار. على بس الناس دي. الناس دي خطنا الكبار. الناس دي احنا طلعنا سمعنا المهرجان منهم. فالناس دي يعني أصلاً... شحته كاريكا برضو من مؤسسين المهرجان. شحته كاريكا طبعا. لا اللي اعرفه اللي مطلعوا اوكا اورتيجا، ده اللي اعرفه. اوكا اورتيجا طوروا. طوروا المهرجان، بس مش هم مخترعين المهرجان. اوكا اورتيجا طوروا المهرجان. تمام. بس كان في ناس قديمه طبعا، هم اللي يعني يعتبر هي اللي كانت من المؤسسين مهرجان. يعني اول مهرجان، اول مهرجان اتعمل اصلا كان مهرجان بتاع احمد اجريبي الجنتل، ده واحد من المطريه. ده اول مهرجان. المطريه اللي عامله احنا لسه عيال صغيره. كنا احنا لسه بنرقص عليه. اول مره حاجه نسمع حاجه اسمها مهرجان. تمام. كان هو الموضوع ده، عايز تروح النت اركب سوبر جيت. بس الموضوع جه من هنا. ماشي، بس انتهت الاغنيه يعني. انا نفسي بسمعها هنا. الاغنيه انتهت يعني فعلا. بس حاله ما انتهاش. بس المهرجان ما انتهاش. ما يعني الاغنيه انتهت من هنا. تمام. يعني الاغنيه انتهت. ما في ناس كتير قوي بتغني مهرجانات وبتعمل اغاني يعني. مش هقول لحضرتك بتعمل اغنيه وبتضرب وبتاع وبتكسر الدنيا، لا بتعمل البومات وبتعمل حاجات وبتركن. طيب انتوا تعرفوا ان في ناس بتنتقد فن المهرجانات كتير، وتلاقيهم طالبينك في افراحهم. اكيد طبعا. صح ولا لا؟ حصل لكم الموقف ده كتير؟ صح؟ طبعا. كتير طبعا. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وايه في الاخر؟ انا من وجهه نظري انا الشخصيه، تمام؟ يعني انا بفرضها للناس كمان، انتوا نجوم.
والله العظيم انتوا بالذات نجوم يعني من وجهه نظر من افضل مغني المهرجانات. ربنا يخليك يا باشا. يعني دي من وجهه نظري مش عشان انتوا ضيوفي والله وعشان انتوا نورتوني لا انتوا نجوم بالفعل. في ناس اسأت للمهرجانات تعترف ده ولا لا؟ بص حضرتك يا استاذ مصطفى يعني مهرجانات يعني عايز اقول لحضرتك هي بقت واقع خلاص. انت يعني بمعنى صاحب البلد كده انت محطوط اللي بيروح فرح عروسه وعريس يعني مش هشغل اليسا يرقص عليه مش هشغل بتشغل مهرجان بتشغل انت بتشغل مهرجان مش هشغل يعني حاجه رومانسي اشكل عليها بمعنى عايزه هايبر. انا جاي فرح اختي جاي فرح بنت عمي جاي فرح اي ما يكون واحد صاحبي اخته واحد صاحبي عايز اروح اجري ليكم عايز اروح افرح عايز اروح حددتوا اجري ليكم. بص والله موضوع اجري موضوع الافراح والله انا هكلمك في موضوع الاجر ده بجد ينفع والله نكلم احنا موضوع الاجر ده احنا فعلا والله العظيم والله مش عشان حاجه ولا عشان احنا هو ده اخر حاجه بنتكلم فيها دي حقيقه وده اللي بقى لي النهارده. انت لو سالت العريشه بص اقسم بالله ده احنا الحمد لله احنا ما بنكسرش بخاطر حد اللي معهوش بنروح له اللي معاه بنروح له. احنا في شغلنا عموما احنا بيبقى عندنا مثلا اوردر في اليوم او اوردرين في اليوم وسبع ثمان اوردرات ملغيين. لا دول مجامله ما بنستاش بخاطر حد يعني هو بيبقى اوردر مثلا عندنا في اليوم اوردر مثلا شغل رايحينه في اسكان في الزيتون اسكان باب الشعريه اسكان في اي بلد وبقيت اليوم يعني كلها مجاملات الناس كلها اصلا شغاله معاه بتتفاجئ اللي احنا يعني اوردر شغالينه بفلوس وسبع ثمان اوردرات مجاملات. ده ابن عمي ده اخويا ده على قلبنا ده على قلبنا حلو جدا يعني احنا بعد ما نخلص الاوردر ده انا بحس بيبقى في قيمه. بص حضرتك يا استاذ مصطفى انت بتبقى حاسس بانبساط يعني في ناس بتقول لك غلط اللي انتوا بتعملوه احنا بالنسبه لنا احنا شايفينه ايه يعني عشان مجالنا ده مش ما بيبقاش سمعه حد وسمعه اللي باقي لك فيه اللي هو حب الناس وسمعتك الكلام عليك. احنا بنلعب على حته ان بعد ما بنمشي انا مش شايف نفسي نجم الناس تتكلم علينا كلام كويس فاحنا مش احنا عاملينها احنا ربنا جعلنا عامل بسيط او سبب بسيط لسعاده مثلا واحد استاذ مصطفى عايزني بفرحه وشايف ان انا هاجي افرحه تمام انا تمام. جاي انا بعيدا عن الاجر انا جاي عشان خاطر فعلا ابسطك فاهم انت حبيبني فاهم فهو كده كده الناس لازم تقتنع ان المهرجان بقى امر واقع يعني هو فن هو خلاص بقى هو فن فن ولازم نتقبله. ما بقول لك انتوا دلوقتي في منكم بتجي لكم اكيد حفلات للامارات وبيجي لكم حفلات طبع. للدول العربيه أكيد طبع. وان شاء الله يعني تكسروا الدنيا وتوصلوا للدول الاوروبيه. بص حضرتك يعني طب ما هي المهرجانات يعني في ناس اخواتنا الكبار في المهرجانات سافرت بره كتير يعني عايز نسمي هسمي زي سادات اخ كبير لينا اسلام شيبسي 50 بيليا كارنك صواريخ كل دول ناس يعني اخواتنا الكبار اللي جايز معاك يا سمي فيش يلا شوفوا تسمعونا ايه. طيب محدش سامعني ليه جاهزه معاكو يلا بينا حالا اكون جاهزه تعال عملتها دي اول اغنيه دي محدش سامعني ليه لا دي اللي شهرتنا كتير. عملنا كتير بس اللي هي كتف بكتف هي دي صح كتف اول حاجه كتف اللي شهرتنا اللي شهرتكم بعديها جه محدش سامعني ليه. سمارة انت صوتك حلو عايز اسمع صوتك لوحدك كده في اغنيه انت بتحس فيها يعني عيني اسمع حاجه من اغانينا احنا منك من اغانيك ماشي من قديم ماشي اللي انت اللي انت عايزه يعني تمام سمع معاك المايك والنبي يهمو احترم صغر السن جرح بتكون بقاسي في التن شايل بلاش تقولكوا انتوا ولا شغلنا انتم بتحكوا وانا المولى حرسني امي يا ناس دي نور عيني وابويا دليل وخير عليا امي يا ناس دي نور عيني وابويا دليل وخير عليا اخويا داري والسند ليا اما الباقي مفيش حنيه الله والله العظيم صوتك تحفه
حبيبي خليك يا باشا منورين الدنيا ومنورني والله. الرساله اللي مش ليك انت راجل مؤدي زي الفل. ربنا يخليك بس نجم يعني كسرك ده صوت مميز برضه. ربنا يخليك منورني طبعا اكيد. خلينا نتكلم على حاجه مهمه. في فن عباره عن رساله بتوجهها للناس. اي فن عامه، التمثيل رساله، الغنى عامه رساله، اي حاجه بتبقى رساله. انت رسالتك ايه من اغانيك انتوا الاثنين؟ يعني انت انا بتكلم الكلام موجه ليكم انتوا الاثنين. يعني معظم يعني مش هقول لحضرتك معظم اغانينا، كل اغاني اللي احنا بنغنيها بتبقى حاجات عايشينها، يعني حاجات احنا حسيناها وعشناها. انا اللي بكتب. موريش اللي بيكتب والله. والله هكدب ليه؟ حاجه محترمه. لا والله انا اللي بكتب. انا اللي بكتب. انت اللي بتكتب الكلمات كلها؟ يعني يعني انا طبعا عايزين نعمل غنوه يعني للشركه ستار لايت ميديا اللي هي اساسا اللي منتجه البرنامج دوت، واللي هي برياسه استاذ مصطفى غدران، واللي هي اصلا يعني تعتبر نص برامج بتنتج برامج خاصه بالشباب والكلام ده كله، بتدعم الشباب عامه. تمام. ما فيش حاجه تيجي في بالك نقول مثلا حاجه ليهم مثلا؟ اسمها ايه مصطفى؟ شركه ستار لايت ميديا. يعني تقدر تالف لنا حاجه ستار لايت؟ مصطفى غدران، صدام، محمد جابر، هاني عامر، لو عايزين نحط اسامي. انتوا بتحطوا اسامي الناس دي بتبقى جايه ببالكم مثلا بتشكروهم ولا دول بيبقوا صبورت ليكم؟ ما هي الناس دي الناس اللي بتبقى في الناس في المهرجانات. الناس اللي بتبقى صاحب المهرجان يعني. يعني معظم اصلا المهرجانات احنا بنعملها بتبقى بتاعه ناس اصلا. بيبقى واحد مثلا عنده فرح وعايز يعمل اغنيه لنفسه. تمام. ماريو كينج. ده واحد مش صاحبه يعني ولا بتجاملوا بيها؟ لا ده واحد صاحبنا يعني. اخ لينا برضو كان عنده فرح وبتاع وطلب مننا اغنيه ليه وبتاع عملناها. بس طيب يعني مفيش. انا هسيبك لغايه اخر الحلقه لغايه ما تتفق على هواك. هنسيب بقى الحلقه ونقعد نالف. انا براحتك، انا مش بقول لك انا مش بجبرك ان انت تعملها دلوقتي. انت كده بتحط يعني ما انا انت بتقول لي اسامي. انا بقول لك شركه ستايل لايت ميديا برئاسه كذا. انا هكتب لك موضوع دراما، موضوع احنا نعمل لك اللي انت عايزه حبيبي. انا بس شايف الرد. تمام ينفع؟ طيب رقبتي رقبتي حبيبي اللي انت عايزه. عيني الشركه كلها. طب نسمع حاجه تاني؟ يعني خد بالك انتوا معروفين كاغاني لحد دلوقتي وشوش. اكيد طبعا في ناس بتقابلكم في الشارع صح؟ اكيد طبعا عارفينكم. بس اهل المطريه والكلام ده كلهم، اهل منطقتكم الناس كلها؟ مفيش الكلام ده والله. يعني الوشوش معروفه؟ اهل انت بتقول احنا معروفين المطريه مثلا. معروف انت بتداري بالكام؟ ده ريشه اصلا. ريشه مع الستايل ريشه ده خلاص اتحفظ. خلاص اتحفظ يعني. الريشه ده لما بنبقى رايحين مكان احنا بنتقرب بسببه. بتقول المطريه وعين شمس. انا قلت بس كده يعني. لا 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 تعال ندخل مول مصر. احنا محافظات، احنا محافظات، محافظات مصر كلها. تعالى نعملها بعد الحلقه على طول. في وشنا على طول. خش في محافظات مصر بجد. احنا يعني مش غرور والله العظيم. بس بعد الحمد لله الحمد لله. بقول لك بس يعني ما ظهرتوش مثلا في لسه في كليبات كتير. والله العظيم والله العظيم. بس الوش معروف. معروفين موضوع المهرجانات ده يا باشا. انا مش واخدينه كتجاره ولا واخدينه كمصلحه ولا واخدينه كحاجه. بس هو الواحد ربنا كرمنا فيها وما بنزعلش حد، لا صغير يعني لا كبير ولا صغير ولا اي حد مننا بنزعلوش. بيبقى اي حد عنده فرح في اي حته بنروح له. وده سر الناس كلها بتشهد على كده. انا على فكره كتير جدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بص حضرتك، بص حضرتك يا استاذ مصطفى، في ناس ماشي بقاش معاها على مؤاخذه فلوس تعمل فرح. تمام تمام. بيبقى معاها مثلا 5-6 آلاف جنيه. بيبقى الألف للفراشة والألف للدي جي والألفين للجاتوهات والحاجة الساعة والألفين والألفين التانيين ولا التلات آلاف الباقيين ولا فاهمني؟ لريشة وسمارة والصوت اللي جاي والبردة والكلام ده. يعني بس يعني ممكن 5,000 جنيه 6,000 جنيه لما فرح اختي. لو فعلا حد جه قال بس احنا بنبقى قال لنا على حاجة ومفيش. احنا بنبقى احنا رايحين. انا اقسم بالله العظيم اي فرح اشتغلته في حياتي اي فرح اشتغلته في حياتي ما بروحش اكن اللي انا رايح شغل يعني. اي حد بيروح على شغله بيبقى انا عارفان من الشغل وبتاعه. انت حابب؟ لكن انا شغال حاجه ده. انا شغال حاجه بهايبر. فالحاجه ديت انا هشتغلها ليه وانا مقلدم دواء؟ فانا انا شغال حاجه بفرح الناس. الناس لما بتشوفني يعني مؤاخذه في الكلمه انا ممكن اعمل اراجوز مش عيب. ممكن اعمل اراجوز في فرح عشان خاطر ابسط اي حد قدامي. دي كفيلة عندي، دي كفيلة عندي. ابقى انا باصص في عين اي حد وشايفني انا شغال في فرحه بروح اشتغل اي يعني اي فرح شغاله في اي فرح اي حد بروح كانه فرح اختي، فرح اخويا، فرح ابن عمي، فرح بنت عمتي. بروح ببقى رايح شغاله. لو تحس ان فرحك انت يعني اكن فرح. انت واخدها من الشغل. واحد كده بقى قبل كده على الانستجرام قال لي كان بصوت كده وانت مبسوط وانت بتعمل كده. واحد كده بقى على الانستجرام
في بوست قبل كده كنت انا منزل صوره وبتاع وهو عمل لي ريبلاي عليها قال لي يعني انت لما كنت عندنا في العمرانيه انت حاسس لو كان ما زعلش مني فرح اختك انت؟ قلت له يا عم طبعا فرح اختي انا يعني انا بشتغل اي فرح ببقى فرحان ببقى عايز اسيب المايك وانزل ارقص مع الناس ديت تحت. من بعديك انا بقيت حساس بعديك بقيت بسباص كمان وبقيت حساس. لا وكمان بقيت حساس. طب وانت قبل كده ما كنت عارفها كانت ايه؟ لا كنت لامي بنفسي مش بسباص. لا مش بسباص دلوقتي سرحت. يعني انت كنت عارفها ما كنتش بسباص؟ لا دلوقتي خلاص على خفيف يعني. نورتوني نورك يا باشا. ربنا بجد يعني وبشرفنا كلنا قسما بالله. ربنا يخليك يا باشا. وارجع برضو لو انتوا عايزين تحبين تقولوا اي حاجه تمام على الهواء. انت لو عايز تقول حاجه سماره مثلا لجمهورك والناسك ودنيتك. هو بص هو جمهورنا ده هو ده والله ليه صاحب الفضل علينا واهل المطريه صاحب الفضل علينا. وانا بس بهدي اي حاجه انا وصلت لها واي نجاح واي حاجه لاخويا الله يرحمه فليكس. ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه يا رب. اللهم امين. وانت كوست؟ والله انا كل احب ان اقدر اقول اشكر برضو استاذ مصطفى حبيبي حبيبي حضرتك يعني قبل اي حاجه. وتاني حاجه والله العظيم يعني والواحد يعني ربنا يعني زي جعله اللي هو سبب يفرح الناس بس مش اكتر. وتاني حاجه مجالنا ده مش ضايق اكيد طبعا. ناس كتير أكيد. قوي كانت عارف لو كل حد كانت موجوده عارف الكلام اللي انت بتقوله ده كله هيعيش مرتاح وحياته. والله العظيم بص بص يا مصطفى مش هتشوف الناس اللي بتخبط. بص يا مصطفى يعني انا عايز اقول لحضرتك اقسم بالله يعني مش المجال بس اللي مش دايم هي كلها عموما متفاته بالظبط. لا مجال دايم ولا حاجه دايمه بس هو الواحد يعني عندي كلمه برضو انا عندي كلمه بس يعني عشان في ناس كتير بتقول يعني بنسمع كلمه اللي هو ايه انتوا جت معاكوا مش جت معاكوا. لا والله هو بص هو مش جت معانا انت ما تعرفش احنا ظروفنا كان فيها ايه. عايز اقول لحضرتك هو انا مريت بايه او ريشه مر بايه عشان كده ربنا كرمنا في الحته دي. انت ما تعرفش ظروفك. انا ما اعرفش ريشه وسماره من زمان ايه ده ريشه وسماره اوف نجات يعني اللي لسه عارف معايا ما اعرفش اللي سماره انا على قديم ما اعرفش اللي سماره في يوم من الايام ظروف ما ظروف مر بيها وريشه مر بالظروف ما اعرفش ان انا في يوم من الايام نمت يعني مكسور نفسي او زعلان بس ربك بيعوض. ربك ما بيديش اي يعني ما بيديش حد حاجه وافتح عليه من وسع اكيد غير لما يكون البني ادم ده يستاهل كده فعلا يستاهل وغير لما يكون واخد منه حاجه. حبيبي حبيبي نورتوني وانتوا الجمعه تبقوا في احسن الاماكن ان شاء الله. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك ربنا يخليك يا باشا. طبعا في النهايه بحب اشكركم طبعا حبيبي والله اتشرفت بيك جدا والله. بشكر كل كرو العمل طبعا. بشكر المخرج محمد سمير. بشكر كل الناس اللي موجوده في الكنترول استاذ هاني عامر طبعا الموسيقار الكبير. عايز بس في البدايه قبل ما انهي بس اشكر بالاخص صديقي وحبيبي سامر. وربنا يا رب يا سامر يتم لك فرحك ودنيتك على خير يا رب. انا يعني تعب معايا في الحلقه سمسم طبعا طبعا يعني كتر خيره نورني طبعا وتعب معايا. الشكر كل الشكر لسامر طبعا. ستار لايت ميديا مصطفى بدران برده ما جبتليش حاجه اغنيته ما عندنا خلاص وعد طبعا الكبير والعظيم طبعا الاستاذ مصطفى بدران ستار لايت ميديا ومحمد جابر مرسي وصدام سعود وكل القائمين على الشركه ديت فعلا للميديا ابعاد اخرى